لا شك أن أهمية هذه الدورة هي أنها تنعقد بعد سنة من مؤتمرنا الوطني، ولربما في نفس اليوم، يوم 28 هو اليوم الذي افتتحنا فيه المؤتمر الوطني 11، ويوم 28 هو اليوم الذي نعقد فيه الدورة الثانية لمجلسنا الوطني بعد أن كانت الدورة الأولى من أجل هيكلة الكتابات الجهوية واختيار المكتب السياسي وانتخاب المكتب السياسي. هذه الدورة السياقات التي تجي فيها رغم أنها دورة عادية جاءت في سياقات استثنائية، يأتي على رأسها المؤامرة التي حيكت ضد بلادنا وضد وحدتنا الترابية خاصة من طرف البرلمان الأوروبي. هذه المؤامرة جاءت من بعد واحد المجموعة هذه المكاسب، لعل أهمها هو العودة ديال جلالة الملك إلى الاتحاد الإفريقي، وعودة المغرب من خلال حضور جلالة الملك في الاتحاد الإفريقي، والمكاسب التي حققت هذه العودة في خلق واحد النوع من التعاون جنوب جنوب قائم على قيم نبيلة وماشي على منطق انتهازي سياسي. كذلك المكسب الثاني هو الاعتراف ديال الولايات المتحدة الأمريكية بعد الاعتراف الدولي للمغرب إداريا على منطقة، جاء الاعتراف ديال الولايات المتحدة الأمريكية بما له من حمولة بالسيادة للمغرب على كامل صحرائه. كذلك تجي بعد الطريقة المسؤولة التي دبر بها المغرب الاستفزازات ديال بوليزاريو صانعة الجزائر خاصة فيما يتعلق بمعبر القرقرات. تيجي هادشي كذلك في سياق ديال أن العلاقات الدبلوماسية لبلادنا عرفت واحد النوع من الندية مع الذين كانوا ينظرون لنا باعتبارهم الدول اللي كانت تحت الإفريقيا والتي وزعت إفريقيا وحددت خرائطها. هذه الدول المغرب اليوم بمشروعه التنموي وبنجاحاته وبجبهته الموحدة وبمؤسساته الديمقراطية فيما يتعلق بسيادة القانون والحريات العامة وحقوق الإنسان، المغرب بكل هذا ولا في واحد الموقع ديال الندية مع هذه الدول اللي البعض فيها باقي يحن إلى المرحلة الاستعمارية. ولذلك شنا هذه المؤامرة الأخيرة فيما يتعلق بالبرلمان الأوروبي واللي الرد الهادئ والمسؤول لبلادنا جعل أن هؤلاء يحسوا وظهرت داخلهم أصوات مثل إسبانيا مثل أنجلترا مثل ألمانيا، ظهرت أصوات ونحن مبتهجون أن يصرح رئيس الحكومة الإسباني بصفته الاشتراكية وبصفته كرئيس للحكومة في الموقف الذي أعلن عنه أمام الرئيس الفرنسي بأنه مع الحق العادل للمغرب مع الحكم الذاتي مع تسوية النزاع بالطريقة التي تطرحها بلادنا. هذا الصريح اللي حارس سيد بيدرو شانسيز أن يعلن أنه تصريح بصفته الحزبية وبصفته الرسمية كذلك كدولة لا شك فيه من الدلالات ما يجعل من اجتماعنا احنا اليوم اجتماعنا في المجلس الوطني أنا نبحث
كيفية تطوير أدائنا في إطار الدبلوماسية الموازية لتطوير علاقاتنا مع كل الأحزاب الاشتراكية حتى تقتنع بالأطروحة التي يدافع عنها اليوم جيراننا الإسبان. ولن نسمح لأي كان ناجحا الراغدة في عقد اجتماعاتها وقوس